طيب للمزيد معانا على التليفون الاستاذ احمد حفيله، رئيس جمعيه مستثمري دمياط الجديده ورئيس اتحاد المشروعات الصغيره والمتوسطه. اهلا بحضرتك معانا استاذ بيه. موافقه مجلس النواب على مشروع قانون اعاده الهيكله والصلح الواقي والافلاس، طبعا ده حضرتك عارف ده مكون من 262 ماده، تاثيره ايه على المستثمر المحلي؟ وهنا احنا بنتكلم على المشروعات الصغيره والمتوسطه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر مجلس النواب على سرعه الاستجابه ومناقشه هذا القانون والموافقه عليه. ثاني حاجه بشكر دكتور سحر وبشكر كل الحكومه المصريه اللي قدرت ان هي تعمل هذا القانون. اولا هو يعني حاجه بسيطه جدا، ان انا هحل مشاكل بعض الشركات المتعثره او اللي مش قادره تكمل في السوق، ان يبقى عنده خروج امن باستثماراته. مش معنى ان شركه دخلت السوق انها ما تعرفش تخرج او تخرج بضرر، لا، ده قانون منظم لعمليات الخروج الامن للشركات وللافراد. حتى في حالات الافلاس يجب الحفاظ على المستثمر، وده هيدي حرية للمستثمر انه يشتغل ومش خايف من قيود ان شركته تنتهي او تروح منه بسبب بعض القوانين والتشريعات السابقة. النهاردة هذا القانون بيديني حرية في الخروج الامن من السوق بدون ما اضيع شركتي او ما اتحمل خسائر. ده ملخص القانون. خلينا أسامة بيه نشرح برضو القصة. كان زمان لما واحد يتعثر في شركته كان بيدخل السجن، يعني انت فلست تدخل السجن. الجزئية دي هتتعالج ازاي دلوقتي؟ هتتعالج دلوقتي ان هيبقى في يعني طبقا للقانون الجديد ان هيبقى في خروج امن، يعني انت المستثمر مش هيخش السجن، الشركة ممكن ان هو يبيعها او يتنازل عنها المستثمر اخر مقابل سداد حقوق الدولة وحقوق اي مديونية عليه دون ان انا ادخله السجن. يعني كان الاول انا الراجل يخش السجن ويتحجز على كل امواله وعلى شركته، لا حد من المدينين بيطول، لان طبعا لما تحط مصنع مثلا تتهالك الاته وتتهالك مبانيه لغاية انتهاء النزاع القضائي اللي ممكن يقعد لعشرين سنة وتنازع الجهات على الديون والراجل موجود في السجن وما بيطولش حاجه. لا، النهارده انت هتقدر تصفي الشركه وتسدد المديونيه اللي عليه بدون ما الراجل يخش السجن وبدون ما يبقى فيه عقبات. ده انا شايف ان هو يعني حاجه دفعه قويه جدا للاستثمار، وانا يعني شايف انها هتحل مشاكل بعض الشركات القائمه حاليا اللي هي المتعثره، وهيساعد كمان الشباب في مشروعاتهم. كان يعني الشباب بيخاف يخش في انه يعمل شركه او يعمل مشروع من قروض البنوك بسبب دخول السجن. دلوقتي اعتقد ده هيدي دفعه كويسه، هنزود استثمارات، هنحل مشاكل قائمه، وهنفتح مصانع مغلقه. كان دايما في التقارير الدوليه لما كانوا يتكلموا عن مناخ الاعمال كان يقول لك ان احنا عندنا مشكله اللي هو الاكسس ان واكزيت اوت، يعني سهولة الدخول والخروج من السوق دي كانت عاملة لنا معضلة. بالنسبة للمستثمر الأجنبي القانون ده هيفرق معاه ازاي؟ هيفرق معاه انه خلاص بقى فلوسه وهتبقى في أمان. أنا لو مشروعي اتعثر مش هضيع كل مالي، يعني مش هتبقى زي ما بيقولوا كده ان أنا كل شيء ضاع، حتى المستثمر نفسه هيتحبس. لا، ده أنت النهاردة عليك فلوس، أنا هبيع المشروع، هبيعه لمستثمر آخر هيشغله ونضمن تشغيل عماله، وانا هاخد فلوسي، او اذا ما اتبقاليش حتى فلوس هاخد حريتي. مش هبقى مديون لحد، مش هبقى انا في السجن، مش هبقى عندي مشكله. انا هاخد افتراض. اتفضل يا فندم. وبعدين ايه؟ وبعدين انا النهارده معلش لو ما نيجي نشوف المشروعات اللي كانت بيتم تصفيتها صاحبها لما بيدخل السجن كل الاجراءات بتقف، لان هو اللي المفروض يبيع وهو اللي المفروض يتفاوض، وبيبقى حتى البيع بتاعه او التفاوض بتاعه تحت ضغط لانه موجود في السجن. النهارده انت بتفك الكلام ده، انت بتدي حريه للمستثمر انه يبيع ويخرج من السوق ويحول نشاطه الى نشاط اخر. لا، انا انت في عندك برضو جزء تاني اللي هو اعاده الهيكله والصلح الواقي، يعني بخلاف الـ 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 الافلاس. في جزئيه مش شرط ان هو يبيع.
ممكن يعادل عدد هيكلة، ممكن ادخل شريك، ممكن ان انا النهاردة عندي مشكلة حلتها، مش معنى كده ان انا يعني اخرج بقى من السوق، لا نكمل برضو موجود فيه. لا هو قانون شامل، انا بتكلم على اسوأ الفروض اللي هي كانت التصفية، ان انت ما كنتش بتعرف تتحكم في رأس مالك، بتعرفش تتحكم في شركتك، خلاص حصل عندك دروب، حصل عندك افلاس، حصل عندك مديونيات، انت بتبقى دمار للشخص وللشركة. طيب النهاردة لما تيجي تبص كان دايما برضو بيقولوا احنا بينقصنا مناخ استثماري جاذب، انت شايف المناخ ده ازاي في الوقت الحالي، وايه اللي محتاجينه من يعني هل محتاجين قوانين جديدة ولا ايه اللي احنا محتاجينه في المرحلة اللي جاية علشان العجلة تدور في موضوع الاستثمارات؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا ما كانش عندنا قوانين منظمة للاستثمار ولا الصناعة، وكنا بنشتغل بقوانين ولوائح من سنة 30 وسنة 40، فكل ده طبعا كان بيعمل دروب، لان احنا دلوقتي في تطور تاني وفي مناخ استثمار غير الاول خالص. فانت النهاردة عندك حزمة اصدرت قانون استثمار، قانون التراخيص الصناعية، النهاردة عملت قانون الإفلاس والخروج الآمن، النهاردة دي كلها مسببات للاستثمار في مصر. لما يكون عندك النهاردة تشريعات جيدة وكل يوم أنت بتعمل جديد، يعني أنت مش واقف عند تشريع معين وأنا مش، لا كل يوم بتعمل جديد، ولكن طبعا أنت ما تقدرش يعني تشيل كل القوانين مرة واحدة وتنشئ قوانين جديدة، أنت بتعمل زي عملية إحلال وتجديد، فدي بتتاخد برضو واحدة واحدة. لكن النهاردة انت وصلت انك عندك حزمة قوانين وتشريعات جيدة وجاذبة للاستثمار وتدي طمأنينة سواء للمستثمر التخليجي او الخليجي. أسامة بيه؟ ايوه. الجزئية انا ما حضرتك في اللي حضرتك بتقوله، بس كان برضو في بعض المطالب منها مثلا عملية سرعة التقاضي، لو بنتكلم على تشريعات يعني هنا وبنتكلم على مناخ استثماري انت محتاج التشريعات ومحتاج الإجراءات بقى التنفيذية اللي موجودة. الموضوع سرعة التقاضي والوصول إلى حلول سريعة أو إلى أحكام سريعة، ده بالنسبة للمستثمر المحلي وبالنسبة للمستثمر الأجنبي كان إلى حد كبير تحدي بالنسبة للاستثمار في مصر، شايفه إزاي؟ انا هقول لحضرتك حاجه، احنا ما قلناش دلوقتي يعني محتاجين نروح القضاء كثيرا، يعني انت دلوقتي عندك اللجنه اللي فاضل عارف عن كذا لجنه فاضل والعاد هم هي اللجنه العليا اللي بتاثر عليك رئيس مجلس الوزراء، واعتقد دي بتحل حاجات كتير. واضح ان في مشكله عندنا في الصوت بيروح. اسامه بيه حضرتك معانا؟ في حاجه في الارسال عند حضرتك لو سمعني. انا سامع حضرتك. طيب احتاجنا ان احنا نروح للتقاضي، سرعه التقاضي هل حضرتك شايف انها محتاج تتحسن ولا لا؟ طبعا محتاجه سرعه، يعني هي محتاجه يبقى عندي سرعه في التقاضي، ما ينفعش نزاع استثماري يقعد سنه واثنين وثلاثه واربعه، لا هي محتاجه ان سرعه الفصل فيه. حاجة تانية بيروقراطية، مع حزمة التشريعات اللي موجودة دلوقتي أعتقد مش حاجين معايا بيروقراطية، ولكن أنا محتاج أن يتم تدريب جميع من يعمل بالقوانين الجديدة وبحزم الاستثمار الجديدة على التطبيق السريع والحقاني بالنسبة للمستثمر. وإحنا بقى بنتكلم عن مناخ، آخر حاجة هسألك سعر الفايدة. هو شوف هقول لحضرتك حاجه، احنا في ظروف ماليه مش مظبطه دلوقتي، يعني احنا الجهاز المصرفي بتاعنا ما ينفعش نضغط عليه وما ينفعش نقول احنا عايزين نقلل فايده ونزود. احنا عندنا مبادره عملها السيد الرئيس مع سيد محافظ البنك المركزي اللي هي مبادره 5%، واعتقد دي بتفيد قطاع كبير جدا في مصر، واعتقد ان ناس كتير استفادت منها، فاحنا هناخد الامور الماليه واحده واحده عشان برضو خاصة القطاع اللي انت بتتكلم عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو المستفيد. لا هو احنا لو جينا نقول التعريف بتاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا اللي عندنا نسبة كبيرة جدا من المصانع اللي في مصر تندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعني ممكن تستفيد من المبادرة. وفي ناس استفادت منها.
بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه حفيله، بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في البرنامج. خبر